اجيت لتشوف اختي سارفاتي ما هيك؟ تعال معي، تفضل تفضل. جوري اطلعي لفوق، عاوزوا لساتيا كانت شوي. هو ساتيا كانت اجا مشان يشوف سارفاتي. بشوفها بعدين، هي مو مشكلة. ليش بعدين؟ بشوفها هلا. ساتيا كانت ابني ما رح تشوف سارفاتي، وهي كمان كانت عم تسأل عنك. يلا تعال يلا. يلا تفضل فوت، نحكي بعدين. تعال هلا. يلا تفضل تفضل لجوا. يلا. شو مينكا؟ شو انت ليش ما خليتيني احكي معه؟ معقول حبيبي بدك تحكي معه بالموضوع؟ ليش لا؟ هو واحد من هديك العيلة ولازم يعرف كل اللي عم يصير عندهم هنيك. ليك انت قلتها، لازم تضل هالقصص بين الكبارية. اذا نحن اولادنا ما جبنا لهم سيرة، ليش لنخبروا لساتيا كانت؟ سوري كانت، مينكا مع حق، نحن ما لازم نتناقش غير مع اهله للشاب لنفهم القصة منهم منيح. شكرا خالتي. مرت اخي، اخي بيقول منيحة وانتي بتقولي منيحة، بس انا ماني شايف هذا الشيء ابدا. ليكي وشك كيف ازرق. انتي ليش عم بتخبي علينا؟ ليش انتي ما عم تحكي الحقيقة؟ ليكا لساعتها ساكتة. شو بدك ياها تقلك؟ هي منيحة لألنا بزيارة أهلها، هي كتير مبسوطة هون. الكل بيعرف إنه العرايس بينبسطوا بزيارة أهاليهم. يا الله، هلا رح تخبرنا العروس بالفرق بين بيت أهلها وبيت جوزها، ما هيك؟ أنا قلت شي غلط؟ لا تهتمي أبداً. قولي لي سارفاتي، كيف هيك صار معك؟ ساتيا كانت، أنا رح أقلك، هاي أختي بتفكر فينا كتير وحتى بتنسى حالها أحياناً، ولأنه هي عم تفكر فينا ونسياني حالها شردت هيك وتفركشت من فوق الدرجات ووقعت لتحت. شو؟ تفركشت على الدرج؟ ايه. بس أنا يلي فهمني يا أخي إنه أنتو صار معكم حادث. أختي قولي له الحقيقة هلأ لساتيا كانت. يلا حكي خلصيني. يلا أختي. يمكن أبوكم قال هذا الشي اللي قاله مشان ما تزعلوا على أختكم سارفاتي.